السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطلب من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ومتبعين تعليمات الحجر الصحي. كيف تعرفوا كورونا وحدات العالم وفي نفس الوقت هلعاته وخوفاته. واليوم غادي نشوفوا التوب 10 يعني ديال الحجر الصحي ولا ديال كورونا. أولا نبدأ بالكمامات. خليونا مع الكمامات صنع مغربي. كمامات رحنا مشينا للفرماسي ما سناهمش تمو احنا ولينا خدامين بالقراصن واش غادي دير نموتو ولا بطريقه ايطاليه bueno no la versión en español para que no tengan mascarilla cogen un box de su marido se lo ponen así وكاين اللي لقى حل للتعقيم شوفوا القرنفل والحامض والخزامة والكولي والكاليبتوس وكاين اللي عنده طريقة للعلاج خليكم معنا Au nom de Jésus, va capo maladie coronavirus. Au nom de Jésus, prononcez sous la va capo maladie coronavirus. Amen. Merci. Au nom de Jésus, prononcez sous la va capo maladie coronavirus. Maladie des hommes, maladie naturelle, surnaturelle. Au nom de Jésus, va capo maladie coronavirus. Au nom de Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus, va capo maladie coronavirus. Maladie des hommes, maladie bon Dieu, maladie surnaturelle, naturelle. Nous déclarons au nom de Jésus, quelle que soit maladie, va capo maladie. Amen. Diable coronavirus. Diable coronavirus. اما واحد القاعده حريه مسكينه عيات ما تغوت صوتها وصل حتى للهند دخلوا ديوركم غادروا السوق غادروا السوق اللي بقى غيتحمل المسؤوليه ديالته غادروا السوق غادروا السوق جمع داكشي اللي انت اللي درتي خويو السوق العيالات شدوا ولادكم شدوا الولاد ديالكم اللي عداش يدريب وشتاهد شدو اللي عداش يكاس ونسخط الوالدين تعطيه ليا نتولاه يلا العيالات شدوا ولادكم من الزاقه والدروبه الدراري شدوا كتوبالكم وكاين اللي في منتصف اللي يخرج للباركو باش ينشد النشيد الوطني بالصحة والراحة خويا من بيت الأحرار مشرق الأنوار منشدى السؤداد وحمار دمجة منشدى وحمار قول لكم شطف على كل نشيد وطني اللي عليهم عغانا احنا صدعشونا في الليلة صاحبي اما هذا صاحبه مريض وجابه للدار اجيو نشوفوا ردة فعل الاب صاحبه للدار لا ما يطلعي ما والو واش هادشي مرضنا كاع كاملين راه يطلعي ما والو شنو الحال هادي واش مريض ما غير فيه كورونا هاد الزبل هذا هو اللي جا صاحبي انا كنت كيفاش هو اللي جا انت ما مريض انت اعوذ بالله يا اش راه كنت مريضين كاملين اجيش يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا كاسا كاسا يا لطيف 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 يا كيقولوا في السلاسل كتبوا ديالكم واش يبغوا لي الدار هذا؟ هذا هو اللي قدر هذا هذا هو اللي قدر 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 هذا هو
ما تبوش لي ما تبوش أعوذ بالله يا لطيف يا لطيف أشي بغيتي ولا بقيت حي غادي دكتك أمك يا وين وجبنا فيها مشينا فيها مشينا فيها لا تسمحها لا تسمحها بجويات هات مسلحة نطلب من السلحة لا ما معيش بغيتونا كاملي خذ برا ولدي خذ برا معيش لهم بعد مني ثاني تفاجئ تاوية أعوذ بالله نقطع الأصغر قولي عين سبعين هذيك المصيبة ديال كورونا يا ويلي يا ويلي يا ويلي أبوسكار أبوس مشتريش يا ويلي بعد مني يا لطيف هاتي اللي بغيتي ياك هاتي اللي بغيتي جبتي لا كون جبتي عندي جبتي لي مرض لولادي كمان كي صافي مشينا فيها خرج معايا توريك شي ومشينا فيها من دابا وليت كتشم ريحة خايبة ومشينا فيها هادشي درتي لنا البرا واش ياك هو اللي عيط لك هو اللي عيط لك انت ويا غاد فيهم حل برا انا خلد قلتو لي قلتو لي راسي صافي مشينا فيها عمر صافي راجعي خويا حنا فين هربوا كاع صافي عداونا الكلاب كتقتل الناس كبار عداونا الكلاب قتل الناس كبار كلشي مشيتو لا ناس كبار ولا ناس صغار انت واحد باغي يزهر قلت عليك الله ولدي دعيتك الله دعيتك الله جايب لي المرض لداري صافي مشيتي فيها الكل نسلم عليك والمرا نسلم نسلم عليا نسلم عليك اولدي حتى نشوفوا الحل هذا الشيء سميت النمرة دباي ندوز معاكم ما فين ما بغيت بغيت قلتينا صافي غتبقى ما تمرا كلشي ولينا مرض دابا سمحوا لي تعطلت عليكم ولكن الحمد لله كانت غير كاميرا خفية وكاين اللي ما عندوش علم على فيروس كورورا اودا كورورا انت اخويا هاني ما عمرت على السميه كاع هاد السميه هادي كاع اخويا يا كورورا هادي شنو هي اودا ورا مكتبك تجي عندك تبقى كنت في القامات خشي كنت رفعت الزكرون صافي غتجيك ما كتبش لك دير ايمانك في الله صح حتى هو الله كاع جابت كورورا هادي جابت كاع الله جابنا كورورا هادي الحمد لله صح انت شحال غتعيش صح واه عمر ديالك نهار زايد بكتابك حتى غتموت بهاد الكورورا هادي شنو تقول؟ واه الدهويه قالت الله يسر على 14 يوم كدير واحد هادي وهذاك الشيء ديال الله اصاحبي لا كتابك تموت بهاد الكورورا شنو تقول لك؟ نهار زايد كتابك تموت بهاد الكورورا هادي دير ايمانك في الله وقول الله يحد الباس اما في الطب السعود نبقاو مع هذا الفضائي خليكم معنا أما في الطب العاشر نبقاو مع الأخ اللي خدا الطبيعة والقنية يعني كحجر صحي وكحماية من هذا الفيروس خليكم معنا شوف كيقول لك الفيروس باغي يتخلى هنا ولا عنده ما نبدانا هلو بيا هل منقية الحبيبة النحبة بقد كلاكون الدراب ديالها على الجمار ودك زايدة نعناع وحراق يا الحراق هانا هلو بيا الحبيبة النحبة كفطفط وما ما يدخل دابا هالفيروس هذا هالفيروس كورونا ولا ولا عنده من يدخل سكايكون هذي كيف حال فورماجة ما بقي لك الفورماجة انت شوف الحبيبة النحبة بزايد النعناع